جماعه شوفي تعال شوفي يا عمين. الله عليك يا عمين. خير ان شاء الله. ابو عصام انت بتعرف منيح انا ليش جاي. بقى خلينا نحلها بلا دم وفهمك كفايه. وانت قلت لك ابني الله يرضى عليك، انت قلت دم ما بدنا، بدك نقعد نحكي قد ما بدك نقعد نحكي، تعال نقعد نحكي انا وياك. انا عمتي بس فصلنا شي كايني هلا. ابو بدر بسم الله الرحمن الرحيم. شبك ابليك بحمه شبك. روحي خاطي امسكي، شو واقفه تسوي هون؟ روحي روحي روحي. وين روح؟ بدي اعرف شو صاير بالحاره شبك. هذا العكيد معتز جايب وحده يهودية خاطفها وجايين اهلها بدهم اياها عاشبين على الحاره. يي وليه على امتي؟ لك هلا روح خبر سعاد خانو. يلا وانا كمان ولي على امتي لروح خبر فوزية خانو. حكي بيني وبينك ما في، وابنك ما بقرب عليه ولا باذيه، بورده ما برميه، بس روحي بالامان. يا عمي امانتك بالحفظ والصون. عمي بالحفظ والصون، انا رح اقصر عليك الطريق واعطيك بالاخير. اللي ببالك ما راح يصير عمي، ما راح يصير. وإذا حابب شرف نقعد نحكي ونضل أحباب وأهل. شرف اللي ببالي راح يصير غصب عنكم. أبو عصام وابنه ما صاروا الخبز والملح تبع الأهل. لك يا نسيم يا ابني وكل الله، الله يرضى عليك. لك أنا شو ما حكيت وشو ما عملت ما راح أقدر أغطي على غلطة ابني، غلطته بشعة بشعة. بعرف هالشي بس فهم علي، خلينا نحكي. ابنك غلط غلطة كبيرة يا أبو عصام، غلطة كبيرة، ومن تحت راسه راح يصير فتنة الأول ما لآخر. الله لا يقدر، وكل الله تف من دمك مشان الله. شو فتنة ما فتنة؟ لك نحن أهل، أهلية نحن. خلاص روقوا بقى، خلونا نقعد نحكي. معك في حكي، الحكي نسيناه من زمان. بعدين حضرة جنابه لابنك ليش ما راح خطف وحدة من دينه؟ لكان طلعتوا جماعة ما لكم أمان يا بي. لك عمي لا تحكي حكي أكبر منك، الله يرضى عليك. حكي حكي معدل وخليك بالاصول. اسمع ابو عصام، شكله حكي الذوق مو ظابط معقول. نحن راح نجيب البنت بطريقتنا. شكرا الله يا جماعه. شكرا الله يا جماعه. سعاد خانو، شباب حاده اليهود هاجمين على الحاره والدنيا ياخذوا ساره. ولي على امتي، ولي على امتي جايين ياخذوها. طولوا بالكم لنشوف آخرة الخناقة. خلصنا يا ابني، خلصنا بكم. روح روح خلص، خلصنا روح على حالك. يلا شو هاد انت؟ روح 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 روح. لكم مثلها يا حارة الطبع، لكم مثلها وحسابنا كبير. روح عمي ترمي على حارتك وروح، الله يرضى عليك. روح روح يا شعل. شبك ابو حسن؟ لك وربنا العزه ما عاد احسن بيع شي بهالمحل. لك لك شو صار من ورا خنايقك يا معتز؟ خلصنا مرزوق، انا بعوض لك. خلص بقى شو هاد؟ شو بدك تعوض؟ لا تعوض معتز، بدك تعوض القهوه اللي تكسرت ولا شو صار بسهرك ولا سمعت الحاره اللي صارت بالنادي؟ خلص شيء. امشي ابو حسن امشي. شو يا حارة الطبع؟ ما شبعتوا خناق؟ ما اشتفى عليكم لسه؟ عيب عيب اللي عم بيصير. وانت يا كبير الحارة، يا ابو عصام يا زعيم، افتح لك مغفر انت اولادك على حسابكم. وكل الله وجودة، الله يرضى عليك. حصل خير وانت ايد، حصل خير. شلون يعني حصل خير؟ وهذا التكسير وارزاء الناس والشرحة والمكاسير، شلون حصل خير؟ خلصنا بجودات. قال لك حصل خير، حصل خير. وانت يا عقيد افندي، كل الحارات هديت وسكتت، ما صفي غيرك تيك؟ بدك تتم تخانق؟ ولكن بقى ولكن ولكن ابو جودات. ابي الله يرضى عليك. خلصنا خلصنا يا ابو جودات، الله يرضى عليك. خلصنا. مو ظابطه يا ابو ظافر، مو ظابطه بنوب، بدهم يعملوا لنا فتنه يا اخي. شو فتنه ما فتنه، العياذ بالله. تف من تمك،
دف من تمك ابو جوداد، نالك خالصه كلها بتتظبط. انت تيسر على المغفر وجاي لعندك. انا ماشي رح روح على المغفر، بس رح اشحطهم معي هدول الجهوز. عم اقول لك روح وانا جايك. ماشي يا ابو صافير، انت بتمون ناطرك. ايه قريب يلا امشي يا ابو حاتم. شيخي شرفوا على المضافه. شرفوا شرفنا وعرضنا كمان، بس مو هيك بتنحل القصص. حكي موسى تعال عاوزك. كنا رحنا فيها من كيسنا انا وياك يا حكيم، مو تروح تقول للشباب. الشباب دمهم حامي وبيروحوا بيعملوا مشاكل وعي. والله نعم على قلبي يا حاخام، ما عاد عرفت شو بدي اقول ولا شو بدي اعمل. قلت لهم انه ساره صارت هلأ الله ستر ولطف وما حدا راح فيها. راح أطلع أحكي مع الرجال وما حدا يتحرك من هون قبل ما تهدى الأمور شوي، ونحكي مع كبارية حارة الضبع. الحاضر فيكن يعلم الغايب. ما بتعملوا شيء او بتتصرفوا بشيء الا لألكن انا، فهمتوا؟ هي قصص ما بتنحل بالقتل والضرب. وهلا كل واحد منكم بده يروح على بيته. يلا يا مو شو صار احكي لي. شو صار يعني؟ طوشه طويله عريضه بدهن ساره. الله يجيرنا من الفتنه، الله يستر يا رب. وينه اخوك هلا؟ وينه يعني؟ بيت ابو محمود. ولي على قامته خاطف يهوديه وحاططها عنده بالبيت. الله لا يوفقه هالمقطع الموصل هذا معتز اللي ما بيخاف الله. فعلا هو مقطع موصل لانه ما بيراعي حرمه البيوت. يا حيف على الحارة وشبابها شو صار فيهم اليوم. ولي على قامتي، ظافر وينه؟ صار له شيء؟ لا ظافر كان بالبركة، الحمد لله كان بعيد. ايه الحمد لله. ابن عمي انت شو ناوي تعمل هلا؟ والله ما بعرف يا فاطمة، بس اعرف شو ناوي اعمل اكيد رح خبرك. روحي ساوي لنا لقمة اكل. ايه من عيوني، يلا. يهودية عنا بالبيت؟ ايه مثل ما سمعتي، يهوديه عندكم بالبيت. لك اخوكي ما في براسه مخ، لك ما فكر باهله، لك ما فكر باهل الحاره شو بدهم يحكوا. لا اكيد هذا مجنون، انا برايي خذوه على المرستانت. والله ما بعرف ليش هيك عمل، ما خبروني اهلي. الك ما رح تعرفي تقبريني، شلون بده يقول لك من سواد وشه. جميله روحي شوفي شو ناقصنا اغراض مشان نجيبه. اوام حاضر. ولا شو على هديك سعاد لسه رافعت اللي مناخيره. ايه تتهنى بس عيني تجيب عينها. ايه والله شو طبختي لنا اليوم؟ لك هلا اتركني من الطبخ، انت الثاني مالك شايف هالمصايب. نحن جايين حقنا عمر فريم نقطنا غلطه، وهي ما بدنا نحكوا فيها. قبلنا غلطان، بس كمان نحن طمعانين بكرمك وسمعتك وصيتك بين الناس. وصيتك ما شاء الله يعني. بدنا ما يقدر تتدخل بيننا بين حكي موسى. ليك أبو عصام، الله بيعلم أنا لما بشوفكن قديش بفرح، وخاصة الشيخ عبد العليم. في بيننا وحدة حال من زمان، بس اللي عم تقوله يا أبو عصام في مقابيله شيء. الصلحة بتصير، بس إذا رجعت سارة، سارة بترجع؟ لا والله سارة ما بترجع، ما بترجع. Yeah.
أسلمت؟ لا، والبنت ما حدا رح يجبرها، والسيد أبو عصام بيعرف هالشي. تماما، لا إكراه في الدين مثل ما بيقول القرآن الكريم. حخامنا عوم رح أعطيكم الآخر. سارة رايدة معتز، ومعتز كمان رايدة، وأصلاً هي اللي إجت لعنده بالأول. يشهد علي ربي، من يوم ما فاتت على بيتك يا أبو عصام بيعاملها كأنها واحدة من بناته، حتى معتز ما بينام بالبيت. حخام، البنت نحن شارينا، والخدمة اللي بدنا إياها منك إنه معتز يتجوز سارة على سنة الله ورسوله. هلأ صرنا بشغلتين، الصلحة والجيزة. أنا رح أخبر الحكيم موسى وبرجع بخبركم، وإن شاء الله بيصير خير. بس إذا ما رضي الحكيم موسى، البنت رح ترجع يا أبو عصام. الله يا حقام، إيسا أنت وحسبها منيح. هلأ إذا رجعت سارة، أنت تضمن ما يصير عليها شيء؟ من ناحية الحكيم موسى مضمن، أما من ناحية نسيم فما بعرف. هذا هو حكينا يا حخام، الله يخلينا إياك. حكيم موسى والله من سلموا عيوننا، مو بس بنته، والله من سلموا عيوننا. ما بنقول لا، ورموش عيوننا فوق منا، بس ابنه حسبها أنت منيح يا حخام، الله يرضى عليك. مشان الله حسبها منيح. نسيم هذا أنت بتعرفه لنسيم، أنت بحط من فلسانك هلا. من الآخر يعني، إن شاء الله لا تؤاخذني، إن شاء الله لا تؤاخذني. البنت ما لا طلع من بيتي، ما لا طلع. طيب، إن شاء الله خير. كيفك يا بنتي؟ الحمد لله عمي. يا بنتي أنا جاي بدي أحكي معك جوز كلام، مشان تعرفي شو عم يصير مشانك. اليوم رحنا عند الحاخام نعوم، وطلبنا منه إنه يفوت صلحة خير بيننا وبين أبوكي. فإذا أنت رضياني ترجع لبيت أهلك قلي لي، لأنه الحقام سألني عن هذا الموضوع. خوفتني عمي. لك عمي ما في داعي للخوف، يعني ما في شيء بخوف، إن شاء الله ما في شيء بخوف. أنت قلتي لنا ما بدك ترجعي، وأنا على الأساس قلت له الحقام بدك ترجعي بصير حديث تاني. هلأ صلحة صلحة خير إن شاء الله، ولح نطلبك لمعتز وكل شيء إن شاء الله حيصير على التمام والكمال وخلصنا. ومشان دينك حتضلي على دينك مثل ما بدك، لا إكراه في الدين، هي عنا لك عمي. أنا بس هيك حبيت أقول لك عشان ترتاحي. طب عمي ما لقيت له طلب؟ إيه؟ بدك تطلبي من عمك أبو عصام يطمن لك على أمك ويشوفها إذا بخير؟ إيه، لأنه قلبي ناطف عليها. لك يا بنتي قلت لك ارتاحي، هي مرتاحة ورضيانة عليكي. روحي روحي أنت ودلال، عملوا لنا لقمة ناكلها، هذا البيت صار بيتك وأنت صرتي منا وفينا. حاضر خالتي. يلا ابن عمي. يلا. Abdul!
تساعدوك؟ عبدو! شاف مين عمل هيك؟ اي والله كل هالحريقه وما اشتلها. فارس فارس يا فارس لك فارس لك مين هيك عامل فيك؟ قوم قوم بالله على قلبك فك فك فارس فهمني مشان الله مين سوى فيك هيك؟ والله ما بعرف مين كنت عم اسكر باب الحاره اجوني غدر وما قدرت اعرف مين هون لاني ما شفت وشهم. لك مين هن؟ شباب اثنين يعني ثلاثه عشره ما بعرف يا الله. هدول اللي حرقوا دكرهم وصاهم. فيك تفهمني ليش ما شخطوا الحارس؟ شو علاقته الحارس؟ الحارس زلمه درويش عم يترزق بالله عنده مره اولاد، دارنا مع معتز وابوه. حلو دارك مع معتز، طب ليش ما خليتنا نفوت على بيته؟ لك انت مفكر انه ابو عصام مانو محتاط؟ لك ما شفت شو ساووا فينا اليوم الصبح؟ مزبوط، بتعرف شغله لك مسيم؟ اليوم وقت علقنا مع حارة الضبع كانوا فيهم يضربوني 20 شبريه، بس ليش ما قربوا علي ما عم بفهم؟ لانه معقوين، معقوين وعرفانين حالهم انه غلطانين، شلون بدهم يضربوك؟ مسيم، شو رايك نفوت عليهم بكره الصبح؟ اهلين مو لتلاقي حدا يفوت معك؟ الحاخام محرم على حدا يفوت معنا بهالفوتي. بس طول بالك طول بالك وروق كل شي بوقته حلو. تعرف على اختي هي زميلك اختي الصغيرة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي انت كتير حلوة. يا مشان تقطي خدي يا ساتر. يا بي اللي يا بي رد لك شي خبر الحاخام نعوم؟ لا اليوم مساء اليوم مساء ان شاء الله يعني ان شاء الله خير. توكل الله روحنا شوي خلص المساء من لك ان شاء الله خير قول الله يا رب اي قول الله. تعا عصام قول يا بي تعا بي تعا يلا تعا بردي تعا شوي ابي رحت شقيت على مرتك انت؟ ما رحت يا بي ما رحت بس امي بعتت خالتي ام زكي وطمنت عليها. شو رحت حتى بالقصه لك ابي بي حيالله عملنا واجبنا هيك ما بيصير. لك يا بي شو القصه عندي؟ القصه عند عمي ابو النار وانت بتعرف عقلاته شو ساوي له يعني؟ لك ابي يا عمي انا بعرف عقلاته ما بيصير هيك روح لعند مرتها قدام ابوها ما له شيء اسالها بدها شيء لازم شيء لك الا ما تقول لازم شيء لك مركي الله بيحنن قلب ابوها عليه لك ابي هيك ما بيصير. يا رب يا رب بدنا نضل حرزانين هيك. لك بعدين مرتك مو حبلة؟ ايه حبلة يا بي. شو قال شو نسيان ولا؟ لك لا شلون نسيان يا بي؟ ثلاثة بطنهم لحلقهم شو بدي انسى بس حريق الدكان و... يلا معلش معلش وكل الله لازم تقول قصة حلوة القصة يا بي ان شاء الله يرضى عليك الله يرضى عليك روح الله يخليك.
لا إله إلا الله. شو قلت يا أبو نسيم؟ هذا الكلام يلي وصلوا لي الجماعة. نسيم، بدك تحكي قبل أبوك يا ابني؟ هيك أبو عصام عم بيقول، سارة ما رح ترجع، بده يجوزها لأبنه. بعد شغلك طبعا. شغلي أنا؟ البنت راحت من عندي لعند ابنه، ما عاد في شغل. إن رضيت ولا ما رضيت، رح يجوزها. لا لا، ما رح يجوزوها. إذا أنت ما رضيت فما رح يجوزوها. يعني بدهم إياها مسلمة غصب عنا؟ غصب عنا؟ لولا الشيخ عبد العليم وأبو عصام والكبارية اللي إجوا كنت قلت لك إيه. بس هنن ما رح يخلوها تسلم غصب عنا. هذا شيء تاني. المشكلة مو هون. المشكلة أنت شو رأيك باللي أنا قلت لك عليه يا أبو نسيم؟ ما بعرف شو بدي أقول. شو بدي أقول؟ شو ما بتعرف يا أبي؟ شو ما بتعرف؟ لك البنت بنتنا بدها ترجع. رضيوا ولا ما رضيوا بدها ترجع. لك فهموا الغلط وركبوا من راسهم لرجليهم وبعت لي مراسيل كمان. لك شو هالزلمة الناقص ها؟ شو هالزلمة الناقص؟ نسيم، بعرف يا ابني اللي صار ببيتكم ما حدا بيقدر يتحمله، والله يصبركم. بس يا ابني كل شيء ولا الفتنة. من طول عمرنا عايشين سوا وما حدا غبر على الثاني. مو نحن اللي عملنا الفتنة، مو نحن، وإن شاء الله مو نحن اللي رح نعملها. شوف يا ابني، شاور أنت وأبوك وشوفوا شو بدكم تردوا. فهمت علي يا نسيم؟ اجيت على الموت برجليك. الله يسامحك يا نسيم. أنا كنت جاي لعندك بدي أحكي معك جوز كلام. لا تحكي شيء، لأنه كل الحكي ما حيفيدك. أنا غلطان بحقك، غلطان بحق البيت اللي فدته، وحقك برقبتي هي. بس أقسم بالله العظيم إني أنا صنت عرضك وشرفك. من أول ما فاتت أختك على البيت أنا طلعت منه، صرت نام برات البيت. أنا بدي أتجوز أختك على سنة الله ورسوله، وإذا هي بتتم على ديانتها خليها على ديانتها. إيه شو عليه؟ أعطيني أختك بتنحل. شو عقيد؟ شايفك سكتت؟ احكي. تكون لا تحط حالك محلي، لأنه أنا ما بعرف شلون صارت القصة. بس معلش معلش خليني أقول لك. عايش للي أقول لك. اسحب شبريتك. مولك نسيم أنا شاريك. والله شاريك. مولك افهم بقى. مولك يا نسيم خلينا نتصالح ولا يصير فيها دم. نسيم قلت لك شاريك. ما بدك، ما في خلاص. قوم. Yeah.